نريد من هذه المنحة المحنة أن تكون منحة، أن نصطلح مع الله، أن نصحح عقيدة التوكل عليه دون غيره. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لماذا عذب الله الأمم التي بعث فيها الأنبياء؟ ما هو السبب؟ اسألوا أنفسكم. عدم الاتباع. كل نبي لم يتبعه قومه أهلكهم الله. هل نحن متبعون الآن للحبيب؟ لا. إذا أخذنا بعض صفاتهم، فقد ينزل الله بنا عذابا أقل من عذاب الأمم السابقة. النجاة التوبة النصوح لأهل ليبيا جميعا، انتبهوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. حتى التقي تصيبه، الصغير تصيبه، المظلوم تصيبه. الاستغفار يزيل الذنوب، وهو صياج الأمان. قال عبد الله بن عباس: كان لنا أمانان فذهب أمان وبقي أمان. ذهب الأمان الأول بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى لنا إلا أمان واحد وهو الاستغفار، التراحم فيما بيننا، لأن رحمة الله موقوفة لن تنزل حتى نترحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اشكروا هذه النعمة، أن الله رقق قلوبنا ورقق مشاعرنا وصرنا لحمة واحدة، وصار الإنسان يأخذ من قوته ليعطي المحتاج، وصرنا لا ننتظر حتى يأتي المحتاج إلينا، وإنما نذهب إلى المحتاج في مكانه. هذه من نعم الله علينا، فعلينا أن نبدأ صفحة جديدة، المصالحة، ونبذ الحروب، ونبذ كلمة الأقاليم. لا توجد أقاليم، نحن جسم واحد، وقد ظهر هذا الجسم الواحد الآن ووضح الأمر. انتبهوا إلى المظلومين، فإن لم تنتبهوا لهم فوالله ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، ووالله إن الله لا يرد دعوة المظلوم ولو كانت من كافر. فانتبهوا.